انه يعني جماهير النادي الاهلي، والفيديو اللي طلعه لسه وهو في المطار ده قبل ما يجي بيتكلم. فتعال نشوف هو قال ايه في الفيديو دوت، بيدل على حب واضح انه كان في المطار تقريبا. صحيح. نشوف الفيديو ونحلل الفيديو ده مع ضيوفنا الكبار. الراجل عجيب. أنا أستعد لركوب الطائرة في طريقي للانضمام إلى نادي القرن في أفريقيا. هو حلم كبير بالنسبة لي، وأنا متحمس بشدة لمقابلة جمهور الأهلي المتحمس، الجماهير التي سكنت قلبي واستحقت احترامي خلال مواجهاتنا السابقة. الأهلي هو أعظم نادي في العالم، وجماهيره هي الأفضل. أنا أعرف حماسكم لناديكم، وأنا أثق في دعمكم لي لتحقيق أحلامنا معا. أنتم الدرع والسيف، أنا أراهن عليكم، وأراهن على تاريخ النادي العريق، وأراهن على الإدارة المحترمة المحترفة. نحن في هذا معا حتى يكون الأهلي دائما في القمة. الأهلي سيبقى رقم واحد بفضل دعمكم المستمر. نحن معا في السراء والضراء. الأهلي فوق الجميع. نعم. الاهلي فوق الجميع. يعني لا ده هو يعني ما هذا الغزل يا حبيب ودارس الغزل اللي بيقوله في النادي الاهلي. تحس انه اهلاوي زي نازل بيقول انه بيقول من شبره. ايه الغزل اللي بيقوله في الاهلي وفي جمهوره وادراكه هو واحساسه بقيمه النادي الاهلي؟ يعني ده احساس كبير ومهم جدا انك تجيب حد يبقى عنده ادراك لقيمتك واهميتك ومكانتك. انت ممكن تجيب واحد بيتعامل معاك بدون علم لاهميتك ولا قيمتك، او شايف نفسه ان هو اعلى منك بكتير يعني. فده ممكن يتعالى على اللعيبه، ممكن ما يحققش طموحاتك، ممكن ما يشتغلش بشكل جيد. لكن لما يجي مدرب عنده طموح كبير، ومن دايما النادي الاهلي بيحط في ضمن اختياراته وشروطه للمدرب انه يكون عنده طموح